مبادرات ومؤتمرات عديدة سعت السعودية لتنظيمها منذ العام 2011 في اليمن، بدءا من المبادرة الخليجية ثم مشاورات الرياض الأخيرة، إلا أن اللافت في جميع تلك المبادرات أنها تبوء بالفشل وتؤدي إلى نتائج وواقع مختلف. في هذه المادة نسلط الضوء على أبرز تلك المؤتمرات والمبادرات. المبادرة الخليجية هي مشروع اتفاق سياسي أعلنته دول التعاون الخليجي بقيادة السعودية من أجل نقل السلطة من الرئيس صالح بعد ثورة فبراير في العام 2011، ووقع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها، وانتهت تلك المبادرة بتنفيذ جزء منها والتمهيد لواقع مختلف في اليمن أدى إلى حالة التأزم التي شهدتها البلاد لاحقاً. هدف مؤتمر الحوار الوطني إلى حل جميع الإشكاليات التي تواجه بناء الدولة الجديدة وإعداد مسودة للدستور اليمني الجديد، وشاركت فيه جميع الأطراف اليمنية، إلا أن النتيجة تعثر تطبيق مخرجاته بعد انقلاب الحوثيين على العاصمة صنعاء. عقد اتفاق السلم والشراكة بين الحوثيين وبقية الأطراف السياسية عقب سقوط صنعاء، ونص على إجراء الرئيس هادي مشاورات تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات، غير أن التوقيع عليه شرعنا للحوثيين ومهد لانقلابهم على الدولة. مؤتمر الرياض مؤتمر سياسي أقيم في السعودية بين الأطراف اليمنية المختلفة، حمل شعار إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، وهدف إلى استعادة الشرعية وتنفيذ مخرجات الحوار، وعقد بعد الحرب التي أعلنتها السعودية بشهرين، إلا أن النتيجة تعثر مخرجات المؤتمر، واستمرت الحرب في اليمن ولم تستطع السعودية والتحالف إحداث أي تقدم في استعادة الدولة اليمنية منذ ذلك الحين. هدف اتفاق الرياض إلى وقف التصعيد بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً والحكومة الشرعية بعد انقلاب الانتقالي في عدن وإعلانه الإدارة الذاتية، والنتيجة المباشرة لهذا المؤتمر كانت شرعنة انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وفشل تطبيق أغلب مخرجات الاتفاق. بهدف إيقاف الحرب وحل الأزمة اليمنية، دعت السعودية عبر مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية في الرياض بحضور أممي ودولي. المشاورات الجارية اليوم لا يبدو أن مخرجاتها ستكون مغايرة للمؤتمرات والمبادرات السابقة التي رعتها الرياض، وانتهت جميعها بالتعثر والفشل.